حول الموضوع انضم لنا من القاهرة الأستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. كوريا الشمالية تجهز لتجارب صاروخية جديدة، تصعيد تلو الآخر، تهديد ووعيد مستمر. كوريا الشمالية تطلق ذلك بشكل متتالي في وقت ينتظر العالم ربما أن ترضخ للعقوبات، ما قراءتكم لذلك؟ طبعا أنا بحضركم السادة المشاهدين، طبعا كلما ازدادت العقوبات على كوريا الشمالية كلما زادت تصريحاتها المتهورة، كلما زادت من تجاربها الصاروخية ومن يعني طورت من أسلحتها وسرعت وتيرة تطوير الأسلحة النووية والقنابل الهيدروجينية كما صرحت وكما قالت. للأسف المجتمع الدولي ما زال عاجز عن لجم وردع كوريا الشمالية، ويبدو أن إدارة ترامب ما زالت مترددة في وضع الحلول ووضع طرق مواجهة كوريا الشمالية، خاصة أن الدولة زي اليابان ودولة زي كوريا الجنوبية حلفاء الولايات المتحدة، وبيبذلوا مزيد من الجهد للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل ردع كوريا الشمالية ولو اقتصاديا. فوجدنا أن كافة العقوبات الأخيرة هدفها يعني محاصرة كوريا الشمالية اقتصاديا، تقليل، وبدأت أكثر من دولة تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، علاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية. لن يكون يعني أن تكون دول حليفة الولايات المتحدة تكون مصدرا للتمويل الدولاري لدولة مارقة زي كوريا الشمالية. فأنا بشوف أن التصريحات الأخيرة دي للقيادة الكورية الشمالية تصريحات منطقية، تأتي ردا على القرارات الأخيرة لمجلس الأمن وان وجود اجماع شبه دولي على حل القضيه او نزع سلاح كوريا الشمالي. ووجدنا بوتين في الفتره الاخيره قال تصريحات انه يجب حل قضيه كوريا الشماليه سلميا والعوده الى مائده التفاوض وعدم الصدام مع كوريا الشماليه. طيب شهدنا ايضا ان هناك تهديد باغراق اليابان، تهديد بتدمير امريكا، عوضا عن الرضوخ ايضا للعقوبات التي تم فرضها. السيناريوهات التي يمكن أن تفتح في هذا الصدد يعني في ظل التصعيد المستمر من قبل كوريا؟ لا، السيناريو الوحيد القائم أن تظل كوريا الشمالية في على إقامة مزيد من التجارب، مزيد من الإجراءات التي تستفز الدول المجاورة وتستفز الولايات المتحدة. الولايات المتحدة في حالة تأهب كبير، ترصد كل شاردة وواردة ترصد كافة تحركات الكورية الشمالية نحو جيرانها، وهي على أهبة الاستعداد لرد عسكري، ولكن للأسف الرد العسكري سيؤثر على جيران كوريا الشمالية وهي حلفاء الولايات المتحدة. وحتى الضربة العسكرية المحدودة برأي خبراء عسكريين لن يسلم منها الجيران، فما زالت الإدارة الأمريكية غير قادرة على تحقيق اختراق حقيقي في الموقف الكوري الشمالي، أو أن تكون روسيا أو الصين كحلفاء لكوريا الشمالية قادرين على تحقيق اختراق حقيقي للقيادة الكورية ولجمها والتوقف عن الممارسات الاستهدافية. طيب تأثير هذه الأزمة، تأثير الأزمة الكورية على السلم وعلى الأمن العالميين، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ هل هناك أي تأثير فعلي؟ تأثير على إيه؟ على الأمن والسلم الدوليين العالميين؟ طبعا هناك تأثير كبير جدا، ووجدنا أن العالم كله يحتشد لإبطال كافة الممارسات الكورية الشمالية. طبعا كوريا الشمالية دولة مارقة، دولة تخترق القانون الدولي وتخترق ميثاق الأمم المتحدة ومهددة للسلم العالمي، ويعني للأسف كما ذكرت لحضرتك يجب الجلوس على مائدة التفاوض من أجل عدم أن تكون يعني أن تكون كوريا الشمالية غير مهددة للعالم، وأن تضغط دولة الصين بشكل أكبر على كوريا الشمالية. وجدنا في المؤتمر الأخير في بريكس العالم كله يتحدث أن التفاوض والسلم هو الحل، ويجب ممارسة ضغوط حقيقية ومؤثرة للجم طموحات كوريا الشمالية في الحصول على البرنامج النووي، في إجراء مزيد من التجارب، في استفزاز جيرانها، وهذا يؤثر سلبا بالتأكيد على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي. يعني يكون هناك تهديدات بشكل مستمر بهذه الطريقة بإغراق دول أو إرسال صواريخ عابرة للقارات، كل هذا مهدد للسلم والأمن الدولي. ولكن الصين بتجد أن كوريا الشمالية ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الذي يريد يعني محاصرة الصين اقتصاديا وإجبارها على إظهار القوة الاقتصادية الحقيقية. نعم أستاذ محمد،
نعم، شكرا لك على هذه المداخلة محمد حامد، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.